بالحياة بنعيش كتير أيام سوا بدنا نشوف الضوء بآخر النفق. نحن حنرافقكم بمشوار القمر لحتى سوا نكتشف الإيجابيات بأصعب الحالات. نحن متعودين إنه كل ما نبلش نكبر ونبلش نفوت على العمل، على حياة الشغل، على المجتمع، نتعرف على عالم جديد، أول نصيحة أهلنا واللي حوالينا بيعطونا إياها إنه اضبطوا حالكم، ما تعصبوا، مش دغري تفرجوا ردة فعلكم، مش دغري تعصبوا، عدوا للعشرة. وبيقولوا لنا إنه هيدي النصيحة أهم وحدة تا ما تفوتوا حالكم بمشاكل. هيدا نوع إذا بدكم من ضبط النفس لنقدر نحن نضبط حالنا قدام أي شيء بيصير قدامنا وما نعمل ردة فعل ممكن توصلنا لمحلات نحن ما بدنا إياها. بس اليوم بالحلقة رح نتعرف إذا بدكم على نوع جديد من ضبط النفس، نوع يمكن مش كل العالم تعطيه أهمية، مثل ما تعودتوا دايما بنحكيكم عن نقاط بحياتنا كتير مهمة بس نحن مش منتبهين لها ومش عاطينا الأهمية اللي هي بتستاهلها ومش عم نتصرف معها، مش عم نتصرف مع هيدي الشغلة وما عم نعطيها حقها إذا بدكم. من هيك اليوم أنا ونانسي بدنا. هاي نانسي. هاي ميان، كيفك؟ ماشي الحال. تمام، ماشي الحال. اليوم أنا ونانسي محضرين لكم حلقة كتير خاصة عن ضبط النفس، وكمان حتى فينا نقول يعني تهذيب النفس أو كيف نحن نعود حالنا ونتحكم بأور رياكشنز، يعني يمكن كيف منتطلع بالأمور، كيف منجاوب على الأمور، كيف نحن بتكون الرياكشن تبعنا بوجه حيالله موقف نحن مننحط فيه. خبرينا شوي نانسي عن هيدا الموضوع، يمكن مستمعينا ومشاهدينا ما كتير فهموا. أوكي. نحن حنحكي شوي عن السلف ديسيبلين. السلف ديسيبلين يلي فينا نترجمها بانضباط النفس. هلا اكيد في كتير ناس بياخذوها يمكن بيعملوا لها ريليشن للمارشال ارتس، وفي ناس مزبوط لانه بيقولوا عندهم بيكونوا كتير ديسيبليني، وفي ناس بياخذوها بطريقه شوي نيجاتيف بيعتبروه مثل قصاص على شوي سلف ديسيبلين او شيء تعذيب للنفس انه واحد يكون هيك ضابط حاله كل الوقت. فنحن لا، بدنا نفسر مزبوط شو هو السلف ديسيبلين. هو عكس هيدا الكونسبت كليا، هو كتير ركيزه اساسيه لحتى نوصل للنجاح، نحقق نجاح ونوصل اذا بدك للسعاده المطلقه يلي نحن كل انسان بيحلم فيها. هلا مثل ما ذكرتي شوي بحديثي كان في لمحه عن السلف كنترول، نسيطر على حالنا. هلا بهمني اوضح فكره كتير مهمه، انه السلف كنترول ما بيوازي، منه إكيفالان للسلف ديسيبلين، بس هو جزء ما بيتجزأ منه. يعني إذا بنعمل سلف كنترول وما منطوره لنوصل للسلف ديسيبلين يلي حأشرح عنه بعد شوي، منكون إحنا راح الأفور تبعنا ضيعان. فإذا بدك السلف ديسيبلين هي شيء بعيد المدى، يعني لونج تيرم بلان نشتغل عليها، بدنا نشتغل وقت عليها، بدك كتير وقت. صح. السلف كنترول هو هلا يعني بهيدي اللحظة فينا نحن نعمل كنترول أو لا. السلف ديسيبلين اذا ما نحطها كايكويشن هي السلف كنترول بلس موتيفيشن، نحن قدرتنا نسيطر على حالنا بس بنفس الوقت نشجع حالنا ونضل مستمرين. بتعرفي نانسي كنت عم بحكي بالمقدمه تبعي خبرت قصه حقيقيه صارت معي. يعني انا اول ما بلشت فوت على عالم الشغل، اول ما بطلت انه بالمدرسه فوت اشتغل، روح على الجامعه، صار عندي شغله، صرت اذا بدك انحط بمواقف لازم انا يكون يعني يكون عن جد عم بعرف اتصرف فيها او رح تاثر سلبيا علي. بي وامي اول شيء قالوا لي اياه انه عدي للعشره، مش دغري تجاوبي، فكري قبل شو بتحكي، وخصوصا انه بشغلنا يعني طبيعه الصحافه وهيك انه دائما اهم شيء الحكي واهم شيء شو بحكي. فاهم شيء كان يقول لي باب انه عرفي شو تحكي، اضبطي حالك، عدي للعشره قبل ما تحكي، فكري شو تقولي. كان دائما ها اول نصيحه عطوني اياها اهلي وقت اذا بدك انطلقت بالحياه هي انه انضباط النفس، اعرف كيف اضبط حالي واضبط كيف انا بتفاعل مع الامور. مزبوط. يعني هي مثل ما قلت السلف كنترول هو ركيزه كثير اساسيه من السلف ديسيبلين، وكثير بتوفر علينا مشاكل وبتخلينا نتقدم، يعني نحافظ حتى على ريليشن شيبس ان كان مع البارتنر، ان كان بالشغل، ان كان مع اصحاب، مع كل العالم. هلا بس توضح شوي وهيك بسط الامور اكثر. السلف كنترول هو اذا بدك لحظه اللي بنقول لا ستوب، في شيء اوريدي عادي عنا اياها بحياتنا بنعملها وما بقى بدنا نعملها، بدنا نوقفها. بينما السلف ديسيبلين هي لما نخلق
عادة جديدة حتى تو ريبليس هيديك العادة القديمة، وهيدي العادة هي بتكون يعني وسيلة من الوسائل بتوصلنا للنجاح بالحياة. يعني إذا بدي أعطي بعد إكزامبل حسي أكثر، إذا مثلا حدا بياكل كثير حلو، كثير كثير حلو، أوكي؟ السلف كنترول بيقول لك وقفة، خلص ما بقى بدك تاكلي حلو، ستوب. ليه؟ لأنه أنت وحبيت إنه سيلف ديسيبلين عم نحكيها بعد حلقة السلف لوف، لأنه الإنسان بده يكون عن جد بيهتم بحاله وبيحب حاله لحتى يقدر يطور هالموهبة يلي كل إنسان عنده إياها، يلي هي موهبة السلف ديسيبلين، انضباط النفس. مثلا يلي بياكل كثير حلو إذا بيحب حاله بيعرف إنه بده يجي وقت ورح يأذي حاله بعدين بالمستقبل، ورح يسبب لحاله أذية بصحته حتى بجسمه بكل شيء. فمشان هيك ضروري انه السلف كنترول يكون موجود لحتى نوقف هالعاده. السلف ديسيبلين بيقول لك عوضي عنا كل خضره، كل فواكه، كل القصص الصحيه يلي بتغذيك alternatives او شيء بديل. صح. هلا نانسي نحن رح نحكي كمان، رح نرجع نحكي عن الفرق بين اثنيناتهم ونقاط التشابه مع بعض، بس خلينا قبل نحضر فيديو نحن ومشاهدينا لنعرف اكثر عن السلف ديسيبلين. About to enter college. He's had a difficult life growing up with his only parent, his mother, and his younger sister. Due to his difficulties in facing his adversities, he's lived a fairly unhealthy life and constantly indulges in partying, drinking, and smoking. One day, his mother got quite sick and was rushed to the emergency. The most important person in his life, his rock through all the difficult times, was on the verge of death. She put up a good fight, but unfortunately passed, and Lucas became the man of the house. Not only did he have to take care of himself, but his sister as well. It was summer break, and so Lucas immediately took on a full-time job as a janitor. He had to provide for himself and his younger sister. His only goal was to go to work each day and clean. Day in and day out he went. He took on every opportunity at extra shifts. His discipline in working was unwavering. He used the money to buy himself and his sister some food for dinner every night. He didn't want to tell his friends he was working as a janitor, so when they asked if he wanted to go out in the evenings and party, he decided that he would tell them that he had to tutor his little sister and cook her dinner. Lucas fell into the flow of going to work every day and eventually got used to it. It wasn't a chore for him anymore. He decided to stop buying junk food for himself and his sister and decided he would cook them a healthy dinner after work each day and then prepare breakfast for the next day. He kept this routine up, working and then cooking, working and then cooking. Finally, school time rolled around and Lucas had to attend classes. He was juggling a lot at once, so now he rolled his hours back to part-time and had to make sure he attended class every single day so he didn't fall behind. Regardless of how he felt, he always went. He went to class, came home and worked, and then cooked dinner and breakfast. Lucas kept this up for the whole time in college. He was able to put himself through college and graduate with honors. He landed a good paying job upon graduation and maintained his good habits. Eventually, he was able to put his younger sister through college as well. He got married, and eventually so did his sister. They remained best friends throughout life, and they reminisced on how happy their mother would have been of Lucas. How he turned his life around and went from lazy and out of control to in control of his destiny and the true king of his fate. He became disciplined, but how did he do it? The first big thing for Lucas was a strong reason why. When his mother passed, he had a North Star. To become the man of the house and take care of his younger sister. It was literally do or die. Studies show that a strong motivating reason why allows people to tap into willpower reserves that they might otherwise not have been able to. This reminds me of those movies where you see the boxer down to his last bits of energy in the final round, but then he has a flashback, a powerful memory of why he's doing this. Perhaps winning against all odds in memory of someone close to him who passed away. Studies also show that a strong motivating reason why may only act as a buffer or a temporary solution to increase willpower, and that willpower still does have a finite limit. In our example, Lucas had a strong motivating reason for why he was trying to become more responsible, but that doesn't mean that reason can motivate him to do an infinite amount of things for an infinite amount of time. Say he tried to work at a part-time job, take care of his sister, try to get a perfect 4.0 GPA, and learn to play the guitar all at once. It would be difficult, if not impossible, regardless of how strong his motivating reason why was. But in our case, Lucas started by focusing on one task only, which was work. He went to work every day. Once that became a habit, he directed his willpower and self-discipline onto another singular activity, which was cooking, followed by school, and that's the key.
to be wise with how we spend our self-discipline and to use it on singular activities and turn them into habits before moving on to another activity. The first habit could have been as simple as drinking water every day or making his bed every morning. When an activity becomes a habit, it drains a lot less willpower. Lucas also faced a dilemma that many people trying to be disciplined encounter: peer pressure. His friends represented a temptation into his old life, an easier life requiring a lot less responsibility. There were two reasons Lucas was able to overcome this dilemma. He had a strong reason why, and he planned for temptation. In fact, he used a very specific technique known as the if-then technique. He had planned that if his friends asked him to go out and party, then he would tell them that he had to tutor his sister and cook dinner. This was a pre-planned decision of self-control and avoided him having to exercise willpower to resist the temptation. This is a great strategy to use when we anticipate that there will be times when temptations will arise and our willpower might be low. It's an automatic and pre-planned response to a temptation. Studies show that practicing self-discipline increases self-discipline in subsequent acts. It's like a muscle. By finding his strong reason why, developing his discipline through singular activities and pre-planning for temptations, Lucas was able to become more disciplined and overcome his adversity. مشاهدينا شو رأيكم بهيدا الفيديو؟ أنا صراحة في عدة قصص بالفيديو كتير علقت فيي، وخصوصي وقت قال إنه كيف قدر لوكاس يتحكم بقدره ويتحكم بمستقبله من وراء كيف هو انضبط وكيف نظم تصرفاته. ولفتني كمان شيء كتير مهم نانسي، كيف قال إنه أول شيء يمكن كان الشيء اللي كتير صعب لإله شغله، من بعد ما تعود وصار شغله عادي عنده انتقل، وهيدي الإفار اللي عنده إياها حطها على شيء جديد. فعن جد مثل ما بقول دايما إنه أنا وأنت دايما، وخصوصا أنت بتفتحي لي عيوني على قصص بتكون بتصير دايما بحياتنا ونحن ما بننتبه لها، كيف إنه نحن أول شيء بنكون كتير خايفين من الشغلة، بعدين خلص بنتعود لها بتصير قسم من روتيننا، فبنقول حاسين بالروتين بدنا شيء جديد، منروح بكون بعد عنا هيدا الشغلة وبنصير دايما نفوت قصص جديدة على حياتنا. صح 100%، هي مهم القصص تصير تدريجيا. يعني إذا بدك مثل ما حكيت قبل، السلف ديسيبلين لا بيتطلب عنصرين كتير مهمين يلي هن السلف كنترول والموتيفيشن. السلف كنترول هو يلي بيسمح لنا إنه نحن نتصدى لكل هالإغراءات يلي نحن بنواجهها بالحياة، نعمل كنترول ما نوقع فيها ولو هي بتعطينا يمكن ملذة هلأ حالية أو بهاللحظة، بس منقدر نفكر انه هالسلف ديسيبلين اذا مشينا فيها وسيطرنا على حالنا عنا امل وعنا توقع انه النتيجه اللي ناطرينها بالمستقبل ولو شوي بعيد حتكون اهم واعظم بكثير من النتيجه اللي عم نحصل عليها حاليا. مشان هيك هون بيجي دور الموتيفيشن، الموتيفيشن يلي بيقدر يساعدنا نعطي معنى اذا بدك للهدف اللي بدنا نوصل له، هيدا المعنى يلي على طول بيعطينا القوه نضلنا ماشيين وما نوقف. هلا هون حابة اذكر شغله بالنسبه للسلف ديسيبلين، اذا بدك يعني كيف حتى نوصل لنطور الموهبه اللي عندنا اياها يلي اسمها سلف ديسيبلين يلي هي موجوده عندنا كلنا دون استثناء. اول شيء في شيء اسمه ديسيبلين للجولز، للاهداف. يعني الانسان اذا كان ضايع وما بيعرف شو بده، ما بيعرف هو وين وين بده يوصل، نو واي يقدر يكون سلف ديسيبلين، ما بيقدر على شو بده يضبط حاله. يعني وين بدك توصل؟ يعني بده يكون في معنى وفي هدف. فأهم شيء نحدد شو الهدف السامي يلي عنا إياه يلي بنهاية المطاف بدنا نوصله بالمستقبل. نقيده على ورقة وقلم، كل شيء بيتقيد بينطبع بذاكرتنا بضل بوجهنا دايما. بس ما بيكفي كمان نوقف هون، مجرد نحن ما حددنا الهدف يلي بدنا نوصله لازم نحط بلان، بده يكون في عنا ديسيبلين للبلان. يعني تخيلي انت رايحه رود تريب وما معك خريطه بايدك، كيف معقول توصلي؟ يمكن توصل بس من بعد ما تضيعي وتفوتي ب 100 زروب يمكن كنت بغنى تفوتي فيهم. سو بتحطي كمان بلان بتايديه على الورقه والقلم، شو هن الستبس، شو هو المخطط يلي بيوصلني حقق هالهدف يلي انا بدي اوصل له واللي بغير معنى حياتي كلها وبيخليني انا اعيش مبسوط ومرتاح، مرتاح مع حالي يعني عيش حسب هويتي. تنقدر نحط هالبلان بدنا نقسمه كمان اهم شيء مثل ما شفنا بالفيديو ل small actions، لانه اذا ما نجي نغير كل شيء بين ليله وضحاها صح يعطيك العافيه ما فينا، يعني بنوصل بنستسلم دغري بنشوف انه نحن ما عندنا هالقدره. بالاحرى كلنا عندنا هيدي القدره بس بدنا نرحم حالنا شوي، يعني بدنا نمشي فيها ستيب باي ستيب.
كيف هون لوكاس عمل؟ يعني بلش بأول خطوة، ركز أول شيء على الشغل لأن صار عنده مسؤولية أخته من بعد ما أمه توفيت، بده يهتم فيها وبده يطعميها وبده يعني هو صارت التربية برقبته. صح. فبلش يركز على كل أكتيفيتي لحاله. هلا الموتيفيشن مثل ما حكيت بتعطينا دافع وبتقوي لنا إرادتنا، بس هالإرادة كمان نحن عنا طاقة معينة، مشان هيك ما بنقدر نحط نغير كذا شغلة مع بعض. بالوقت اللي نحن عنا بكامل طاقتنا منركز على عادة وحدة جديدة نفوتها على حياتنا، بتاخد كذا يوم، بس من بعد ما تفوت بسيستم حياتنا وتتحول لعادة، نكون نحن عوضنا عادة قديمة old habit وعملنا replacement بnew habit، نقدر ننقل لشي تاني لحتى to excel in it، لحتى نوصل يعني ونطور حالنا فيها شوي شوي gradually، بنقدر نوصل للself discipline بهذه الطريقة. نانسي هلأ كنت عم تقولي كيف قدي مهمة إذا بدك البوش الشخصي، يعني أنا قدي لازم أهم شيء يمكن بالسلف ديسبلين أو انضباط النفس، قدي هيدي القدرة الشخصية أنه أنا أشتغل على حالي. فقدي مهم هون الإنسان يكون متصالح مع نفسه، يكون متقبل حاله، يكون إذا بدك وصل لمرحلة من الوعي قبل ما يقدر يوصل لمرحلة انضباط النفس تيقدر هيك ينظم هالقد حاله وروتينه ويعرف شو بده. أنا بدي هنيك على هالسؤال لأنه عن جد سؤال كتير حلو. أكيد نحن ما بنقدر نبلش بشي غير ما نتقبل حالنا ونعرف حالنا، يعني في ركيزة من ركائز السلف ديسيبلين هو السلف أكسبتنس، يعني نتقبل حالنا. بمعنى أول شيء ما نعرف نحن شو نقاط قوتنا وشو نقاط ضعفنا، ونحن بدنا يعني to embrace إذا بدك هالweakness، نحن نعرف إنه مش غلط، نتقبل إنه الإنسان منه كامل، نحن بشر وكلنا عنا نقاط ضعف ونقاط قوة وهذا شيء مش غلط. سو لما نطلع من concept إنه نحن عايشين ما نكون perfect وما نكون قوية بكل شيء، ساعتها كل شيء تاني ببطل مستحيل لما نتقبل هالفكرة. ليه؟ لأنه أنا مثل ما قلت إنه بدنا نعمل small actions صح؟ لحتى نعرف نحن وين بحاجة، وين level self discipline واطي، وين عالي، ما نعرف نحن وين نقاط ضعفنا يلي لازم نشتغل عليهم وقديه هي level. لما نعرف هيدا الشيء ونتقبله ساعتها بنقدر نعرف، يعني أعطيك example self discipline أنا بشبهها لعضلة، مثل حيالة عضلة بالجسم بدك تشتغل عليها وتمرنيها لتتطور وتنمى. إذا واحد رايح على النادي بده يعمل body building مثلا، إذا شايف حاله بطريقة بيسيميست كتير نيجاتيف بنقي وزن يمكن الأوزان الخفيفة حتى لو استعملها وشافها أنه هين عليه، بس قد ما يعمل ما رح يتطور، ما رح ينمي عضلاته. وكمان إذا شايف حاله أنه هو بيرفكت وكتير قوي وبيقدر يحمل 100 كيلو يمكن ويروح، رح يأذي حاله ورح يستسلم، رح يشوف لا رح يصير عنده خيبة أمل بنفسه. بينما إذا أنت بتنظري لحالك بطريقة أوبجكتيف، بطريقة واقعية، وتلاقي انه مش غلط، اوكي انا الليفل تبعي هون بس انا بقدر اتطور واوصل شوي شوي تدريجيا طور حالي، بتلاقي انت بتنقي الوزن يلي هو الاقرب لللميتس تبعك للحدود وبتشتغلي عليها وبتصيري كل شوي بتزيد التحدي. لما تقطعي اول مرحله بتشوفي هالتشالنج انت تخطيتي بنجاح، بتنقي تشالنج تاني اصعب، هيك بتضلك موتيفي، بتضلك انت مبسوطه عم تحتفلي بكل نجاح صغير عم تعمليه وبتضلك مكفيه المشوار، لانه بيرسيستنس اهم شيء، المثابره اهم شيء بالسلف ديسيبلين. من اول حلقه بتقولي لنا انه احتفلوا بكبي بالانجازات الصغيره اللي بتعملوها. اكيد. وحلقه بعد حلقه عم بكتشف عن جد قد ايه معك حق بهيدا الشيء، وقد ايه الاحتفال بالقصص الصغيره نحن بنوصلها بطريقه يوميه بياثر علينا على ثقتنا بنفسنا، على انضباط حالنا، على تقدمنا. فاسمعوا مشاهدينا بنصيحة نانسي واحتفلوا بالإنجازات الصغيرة، لأن عن جد عايزين بهالوقت لو إنجاز كتير صغير يكون فرصة للفرح والاحتفال. أنا بسألك إدي الاحتفال بيعطيك أنت هيك بوزيتيفنس، شو بتحس بس تحتفلي بحفلة عادة؟ صح. مش إيه ولا بتعطيك بوست إيه إنه. وأول شيء بتحس حالك أنه الهي تحايا، يمكن إذا عندك مشاكل أو شيء زعجك، إذا ها فكرة الاحتفال بتلهيلك شوي تفكيرك عن القصص النيجاتيف. هيدا أول إفادة صغيرة. وتاني شيء أكيد بتحمسك أنه تضل عم تتقدمي وتضلي لقدام، وبتطلعك شوي من الروتين أنه أنا اللي مدري قدابي بنفس الليفل، بتطلعك منه. نانسي هلأ بدي أسألك سؤال كتير مهم وكتير بهمني لأنه بعاني منه، شو تأثير أو شو العلاقة بين انضباط النفس وبين تنظيم الوقت؟ أوكي.
لكن الوقت انا ما بعرف اذا سبق وقلتها، الوقت هو شيء فري متوفر لكل العالم وبنفس الكميه كل يوم 24 ساعه، وبنفس الوقت هو اغلى شيء ما بنقدر اذا خسرناه نعوضه. فنحن لما نوصل لمرحله السلف ديسيبلين بتكون انت اوريدي حطيت الهدف، حطيت البلان، حطيت الاكشنز اللي بدك تشتغلي عليها، ونظمت حالك بطريقة أنك تقدري شوي شوي مثل ما قلنا نكتسب عادات جديدة بتساعدنا نحقق نحن طموحنا وأهدافنا. هذا الشيء لحاله بينعكس على الوقت، لأنه أنت لما تشوفي أنت وين نقط الضعف اللي لازم تشتغلي عليها، يعني عم تعرفي أنت وين لازم تقضي وقتك. صح. أنت صرت تنظمي وقتك بطريقة لا شعورية، لأنه أنا حتى يعني بصير فكر أوقات أف قدام نضيع وقت ما منكون عارفين قيمته، منجي منلاقي حالنا يين زركنا بهالبروجي أو انزركنا، أو ما كان عندي وقت أعمل سبور اليوم، ما كان عندي وقت يمكن أعمل شيء هيلثي تأكله، بس بكون ضيعت وقت بقصص صغيرة ما إلها علاقة لا من قريب ولا من بعيد من الأهداف اللي أنا حطيتها لحياتي. فأنت لما توصلي لمرحلة الانضباط النفسي المضبوط الطورية لحاله بيتنظم الوقت، يعني ما بتعود تلاقي حالك تندم انه انا ضيعت وقت كان فيني استفيد منه. شفنا بالفيديو صراحه كثير لفتنا هالفيديو انه كيف لوكاس يعني نظم وقته بطريقه انه وقت تعود على شغله اخذ اكتيفيتي جديده فوتها بوقته، وقت تعود على هالاكتيفيتي الجديده وصارت كمان ضمن روتينه، وبتعرفي وقت نتعود بصير الشغله تاخذ وقت اقل 100% شيء جديد. صح. فحسيت هيدا التنظيم وقت نحس حالنا نحن رادي نفوت شيء جديد على حياتنا كثير مهم، وبيساعدنا انه نحن ننظم وقتنا. اكيد يعني لهو لسبب بسيط، انه كل عاده جديده بدك تكتسبيها بدها تتطلب منك اراده وانرجي وافور كثير عالي، بس وانس خلص صارت بحياتك اليوميه صارت فايته بالسيستم تبعك وصارت عاده اكتسبتيها جديد بطلت تتطلب كل هالقصص، صار عندك انرجي تخصصيه لشيء ثاني يعني تركزي عليه. نانسي هلا وصلنا اذا بدك لمغزى الحلقه. الموضوع يمكن اليوم بحلقتنا تناولنا كثير عده هيك قصص من هون وهون، بس خلينا اذا بدك نعمل ريكاب او اختصار لبعض النصايح كيف نحن بنقدر بطريقه نوصل لانضباط النفس او للسلف ديسبلين. شو هي القصص اللي بنقدر نزيدها على روتيننا اليومي لتوصلنا للسلف ديسبلين؟ ورح نشوف بالصور كمان مشاهدينا تيبس عم تقطع قدامنا بتخبرنا عن السلف ديسبلين. اوكي مثل ما قلت اول شيء واهم شيء انه نحن نعرف نحدد نقاط القوه ونقاط الضعف يلي عنا، نعرف نحن باي اريا بحياتنا بدنا نشتغل، شو هن يلي القصص يلي بتطلب منا نعلي ليفل تبع السيلف ديسيبلين فيها وشو لا. بس وانس تحددوا اوكي نرجع بنحدد نحن الهدف يلي بدنا نوصل له. نحن اليوم وين موجودين؟ اليوم مايان وين موجودة؟ مايان بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة وين بتشوف حالة؟ وفيك تحلمي قد ما بدك، الحلم مش غلط، كل شيء لأنه بتحلميه مجرد ما حلمتيه يعني قدرة توصلي له. أكيد بياخد وقت أكتر حسب الظروف وحسب الأشياء اللي منضطر أوقات نحطها أولوية، أكيد هذا الشيء بفهمه، بس ما بيعني أنه مستحيل يصير، على القليل نجرب نجرب تنقول نحن جربنا. فمنشوف وين بدنا نكون بار إكزامبل بعد خمس سنين، شو الهدف؟ ومنحط مخطط، نكتب بلان مثل ما قلت وكثير مهم انه على الورقه والقلم لكل يوم نشوفه. مجرد ما حطينا هذا البلان خلص بنصير نعرف شو الاكتيفيتيز يلي بدنا ندخلهم على حياتنا يلي بيساعدونا، مثلا يمكن نضطر نوعا ابكر، يمكن واحد قبل ما يروح على شغله ليحسن صحته ويكون اكثر انرجيتك لازم يوعى قبل بساعتها يعمل سبور. سيلف كنترول بيقلنا مثلا ما بقى تكبس كبسه السنوز، خلص دق الالارم هيدي ستوب، عرفتي لهالسنوز. بينما السيلف ديسيبلين بيقول لك لا جو اند كيب جوينج، يعني قومي وعيه وقومي من التخت يعني اعملي هذا الايفورت. اثنيناتهم لهم دور بحياتنا 100%، يعني سايكولوجيكلي هن بيختلفوا عن بعضهم، منهم بيشبهوا بعض بس هن بيكملوا بعض، يعني فيك تربحي بوحده تنجحي وفيك تفشلي بالثانيه. فالسيلف ديسيبلين بيتطلب انه بدك بالاثنين، عرفتي؟ سو بس انت تفوتي جراديولي كل هالاكشنز على حياتك مثل ما قلنا تحوليهم لعادات جديده، خلص انت شوي شوي مع الوقت بتوصلي للسيلف ديسيبلين. مثل ما هلا مثلا عم نشوف فينا نزيد يمكن تنحسن صحتنا، فينا نشرب مي اكثر، فينا نعود ناكل قصص صحيه اكثر، نخفف الشوجر ونفوت الشوجر الناتشورال يعني هو بيجي من الخضره من الفواكه، نفوت الخضره نمشي. هو كلهم بيأثروا على تطوير الذات وعلى انضباط الذات كلهم. يعني اذا بلشنا نضبط حالنا بعادات صغيره بنوصل بعدين نضبط حالنا لعادات كثير كبيره وكثير
إذا بدك مفصلية بحياتنا. أكيد أصلاً إذا مثلاً إذا ما حسنا مثل ما كان عم نشوفون، إذا ما حسنا النوم، ساعات النوم تبعنا وصلنا لثمان ساعات، إذا ما شربنا ماء، ما عملنا سبور، ما عملنا دخلنا هالقصص اللي هن بسيطين وفينا نبلشهم بأوقات قليلة، ما نبلش صح. مثلاً بدنا ساعة ركض، إن شاء الله 10 دقايق، ما بيكون عنا الانرجي نقدر نوصل لانضباط النفس، ما بنقدر نوعى بكير، ما بنقدر نعمل سبور، فكله بيلحق بعضه يعني. وهذا شيء كتير ضروري يعني، ما في إنسان ناجح ما عنده سيلف ديسيبلين بحياته أبداً. نانسي، مع هالجملة اللي كتير مهمة اللي قلتيها، إنه ما في إنسان ناجح ما عنده سيلف ديسيبلين بحياته، كل إنسان ناجح وصل لمرحلة انضباط النفس، وصل لمرحلة قدر يتحكم بتصرفاته وبتنظيم وقته وبحياته وبتفاعله مع العالم واللي حواليه لقدر يوصل لنجاح. فمشاهدينا بحلقة اليوم بندعيكم نانسي وأنا إنه تبلشوا بالسلف ديسبلين، يمكن ببعض الأكشنز اللي فرجيناكم إياهم وخبرناكم عنها بهالحلقة، لأن أكيد إذا كنتوا ناجحين مع السلف ديسبلين تنجحوا أكثر، وإذا كنتوا بعدكم عم تأسسوا حالكم مع السلف ديسبلين توصلوا للنجاح بطريقة أسهل وأسرع. ومع هيدي النصيحة بنكون وصلنا لختام حلقتنا. نانسي مرسي كتير، مثل العادة نصايحك يعني ما في منها. ومشاهدينا انطرونا بحلقات جديد، مواضيع جديدة وقصص صدقوني رح تفيدكم كتير. بالحياة بنعيش كتير أيام سوا لنشوف الضوء بآخر النفق. نحن رح نرافقكم بمشوار القمر لحتى سوا نكتشف الإيجابيات بأصعب الحالات.